شيخنا الألباني رحمة الله عليه كما حدثني شيخي وأستاذي علي الحلبي رحمة الله على الجميع، قال اتصل نفر من الإخوة من دولة إسلامية بعلي الحلبي، أي بشيخي وأستاذي علي الحلبي، وقالوا له نريد أن نلقى الشيخ الألباني بأي صورة كانت، ونحن على قيد الحياة وهو على قيد الحياة، نريد أن نلقاه ولو لدقائق، نكحل أعيننا برؤيته. فقال ماذا تريد؟ قال سنأتي من بلادنا بالطائرة فنزوركم في الأردن في الموعد الذي تحددونه أنتم، ثم نذهب إلى الشيخ ونزوره 5 دقائق فقط ثم نغادر، وربما في نفس الليلة إذا كان هناك حجز نرجع إلى ديارنا. فقال لي شيخي وأستاذي علي الحلبي، فعرضت ذلك على شيخنا الألباني، فقال أما هؤلاء فلا نستطيع أن نردهم، يعني صحيح وقتي صعب وضيق لكن مثل هذا الشيء لا نستطيع ماذا؟ أن نرده. فجاءوا من ديارهم بالطائرة ونزلوا إلى الأردن وذهبوا في الموعد الذي حدده الشيخ الألباني، ثم ذهبوا وزاروا الألباني لدقائق 5، ثم بعد ذلك غادروا وربما في نفس الليلة رجعوا إلى بلادهم. حرص على لقي العلماء مع أنه كان في 80، شيخنا الألباني كان في ذاك الوقت قد تجاوز 80 ويحرصون على مجالسته، بينما من تجاوز 80 من عامة الناس أولاده لا يطيقون مجالسته، لا يطيقون مجالسته، ويبحثون عن ممرض ليجالسه، ويبحثون عن ممرضة ومجالسة ولتجالس أمهم. أرأيتم فضل العلم؟ على كل حال تعبت هذا.